اليوم رانا متواجدين عندكم في تونس، نتشرفوا بالقناة قناة الواقع التونسي على حفاوة الاستقبال والاستقبال الجيد لنا. أنا عمية، عندنا سمانة وإحنا في تونس، رانا مقيمين في سوسة واليوم جينا لتونس العاصمة. تونس حنايا دائما الجزائريين تقريبا في كل صيف يروحوا تما يفوتوا السياحة في تونس. مشينا للمنستير، مشينا وتوا دوكا شوية نزيدوا نمشيو للحمامات، ودرنا في سوسة في القنطاوي، أغلب مدن تاع تونس رحنا لها. معاملة طيبة جيدة جدا، نشكروا هذه القناة اللي عطاتنا الفرصة باش نعرفوا بتونس وباش تعرفها الناس ويعودوا يجيوها دائما إن شاء الله. عسلامة. الله يسلمك. عسلامة بنوتة. شكرا. معنا اليوم مواطن جزائري جاي يتحوس في تونس. أنا عمي، معك شريف من الجزائر، من مدينة بسكرة بالضبط. اليوم رانا متواجدين عندكم في تونس، نتشرفوا بهالقناة قناة الواقع التونسي على حفاوة الاستقبال والاستقبال الجيد لنا. سياحة جيت لتونس؟ أنا عمي، عندنا سمانة وإحنا في تونس، رانا مقيمين في سوسة واليوم جينا لتونس العاصمة. علاش اخترت تونس بالذات؟ لانه تونس حنايا دائما الجزائريين تقريبا في كل صيف يروحوا تما يفوتوا السياحه في تونس. وين مشيت حاج؟ مشينا للمنستير، مشينا وتوا دوكا شويه نزيدوا نمشيو للحمامات، ودرنا في سوسه في القنطاوي، تقريبا اغلب مدن تاع تونس رحنا لها. قال هذا تعجبتك؟ اي. وانت بنوته وين البلاصه اللي تفرهدت فيها اللي عجبتك؟ سوسة يعني. ايه توا جايين وسط البلاد، تدخلوا المدينة العربية. ايه عجبتك البلاد ومعاملة الناس معاكم؟ سافا. لا، معاملة طيبة جيدة جدا، ومن هذا المنبر نشكروا هذه القناة اللي عطاتنا الفرصة باش نعرفوا بتونس وباش تعرفها الناس ويعودوا يجيوها دائما ان شاء الله. أول مرة تجيها أنت؟ اي ان شاء الله مش اخر مره. ان شاء الله. ان شاء الله. كليت حاجه كي قعدت في بالك؟ كلينا كل شيء، المقلوب، الكفتاجي، كلينا كل شيء. اكثر حاجه كي عجبتك وقعدت في بالك؟ اي كسكسي. صحه وبالشفاء. الله يسلمك. المره الجايه باش ترجع لنا معك العائله الكبيره. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بك يا حاج. يعطيك الصحه. مرحبا بك بنا. يعطيك الصحه. اليوم رانا متواجدين عندكم في تونس، نتشرفوا بهالقناة قناة الواقع التونسي على حفاوة الاستقبال والاستقبال الجيد لنا. أنا عمية، عندنا سمانة وإحنا في تونس، رانا مقيمين في سوسة واليوم جينا لتونس العاصمة. تونس حنايا دائما الجزائريين تقريبا في كل صيف يروحوا تما يفوتوا السياحة في تونس. مشينا للمنستير، مشينا وتوا دوكا شوية نزيدوا نمشيو للحمامات، ودرنا في سوسة في القنطاوي، أغلب مدن تاع تونس رحنا لها. معاملة طيبة جيدة جدا، نشكروا هذه القناة اللي عطاتنا الفرصة باش نعرفوا بتونس وباش تعرفها الناس ويعودوا يجيوها دائما إن شاء الله.